احملي احكامه على راسي من فوق. اخليك تنقي، بس افتكر ان انت اللي اخترتي. ابعت لي اخر اتنين في الكشف يا حبيبي. بس يا بنت الجوهرية، ايه شفتوا عفاريت؟ يا بويا تبوي سيري ما عندي كندين. جاهلة، ايه رايك يا منوال؟ اللي جرالك مالك اتبطيتي كده؟ يلا خدي ده، لكن ده حبيبي انا. ما لسه بدري، اذا روبان عليك الامان. يا نهار ازرق، ده انا هضيع، انا ممكن اتحبس في اي لحظه. لازم ابطل نوسة. الله، ما تبطلها. هو حد عايشك؟ هبطلها، بس في مشوار واحد لازم اعمله. مشوار ايه؟ لازم قبل ما ابطل نوسة اكره ابويا في الخلا نوسة. سبت زمان جاية، اعمل ايه؟ من الاول كده ايجار البيجامة 5 جنيه. ليه بيجامة مين يعني؟ بيجامة ابويا. يالا انتوا بتوزعوا بيجاماتي ليه؟ معلش يا عم، اصل انا ابويا وامي اتطلقوا، فمضطر يعني ابات عندكم هنا النهارده. والله يا ابني كان على عيني، بس احنا ما عندناش عشاء. اوبا سوري يا جماعه، تتدبر تتدبر. تعالى يا تيمور. ايوه بابا. ربنا يخليك. 5 جنيه دي وخد صحابك وروح واتعشوا كشري. كشري بخمسة جنيه؟ ده انا ما اديهاش للواد اللي بينقل العدس ولا فوده. اكله روش هتكلف كام؟ 172 جنيه. هات 200 جنيه يا بابا. كام؟ مش عايز خلاص. خد تعالى تيمور، يا ساتر عليك. هات يا بابا هات، ربنا يخليك. ايه رايك يا شباب نريح ونطلب دليفري؟ لا. ليه؟ على جثة الدليفري ده يخش بيتي. ماشي. اقول لك حاجه يا تيمور، ايه؟ هات الفلوس دي. اه ويلا. ايه ده؟ خد صحابك ويلا من هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ يلا يلا يا حبيبي، انا جاي اقعد جنب ابوك لغايه ما يسرح. هو صايع ولا ايه؟ يلا يلا يا بابا الاحراج. يلا تيمور، ابوك شكله واقف في الوليه بجد. انا عارف. طب هتعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، هو مش عايز نوسه سيبهولي، بس المهم زي ما اتفقنا، عايزه يترعب، عايزه يكره اسم نوسه ده، مش انا سيبها وابويا يتجنن. ها سلام. بقول لك إيه؟ خلي بالك على نفسك من ابوك. طب استهبل يلا ولا ايه؟ وانت نوسه يعني؟ لا ما تخافش عليا. يا حلوه يا قطه. يلا يا قط. هي دي الحقيقه. بولا يا ودي بولا، بولا بس بس يا بولا. ان 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 بخص عليك يا ببلو، في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي. لا ببان ايه؟ انت لو قفلت المحافظه احنا ندخل من اي حته. عيب تقول كده. على العموم انت منوره. ربنا يخليك يا بيبي. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شويه ولا هفضل منوره كده؟ اه طبعا. لا اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا ببلاوي، بيتك زي الزفت. نعم؟ اه والله، مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي، ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. شباب بقى، ما احنا كنا شباب، ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجه ولا تتعشي؟ تتعشى ايه وانت عندك لقمه؟ ما انت لسه مسرب العيال، قلت لهم انزلوا تعشى. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري ربع ساعة والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقة مكسوفة منك، اصل أول مرة أروح لراجل عازب في بيته، وأنت كمان خارج لنص في ملط، وركبك ما شاء الله معظمة زي الجمل اللي بيجري في الحبشة ده، عارفه اللي في الحبشة؟ فأنا تلاقيني كشة يعني. لا مفيش حاجة، أنا هغير هدومي ثانية واحدة وأجي لحضرتك. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. اتفضلي. السلام السلام السلام. قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. روح. ايها الراقدون تحت النار
التراب جئت أبكي على هوى الأحباب. ايه يا ببلاو انت قاعد مع ميتها اللي ركضونا تحت التراب ده كلام فيه بس؟ طب ما تيجي نصرف التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقولك على حاجه، هات التراب وادفني يلا، خدت صباره كده وخلصني. الله ده فن وحش، ليه بتقولي كده؟ ما انت جايبني تنكد عليا يا ببلاو. الله انت مش عاجبك دي؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك، اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امريني يا حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت قمر فيسكوز ده؟ مين؟ فيسكوز ده نوع غير. اه فيسكوز. شغلنا حاجة كده لو وقت. علاجة للكلام. الله يخليك. يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى. بتعجره من الجو كده وتحلاه. او احب البنت الحلوه اللي هي بتأجر عجل في الاغاني دي. فرفشتني يا ببلاو. يا سلام عايشتني لحظه شغرتيني فيها 20 سنه ورا. برضه كبير. لا ما هو كام رقصه بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. قول يا ببلاو. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقه؟ لا انا مولود ملعون. والنبي مش لاصقه؟ لا. ربنا يحميك. عينيك يعني بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي اخر خمسه فاضلين عندي. انت كان عندك اكتر من كده؟ اه كنت وارثه 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي طول عمرك شغل. ايه؟ مين اللي قال لك كده؟ مين؟ وانا طرطوره؟ يا نهار اسود حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلمي مين؟ انتوا مالكم؟ سيبوه هو. ايوه مالكم؟ تعال تعال تعالى. ما انت يا اخويا ترزي شكتر، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه ده انا راكبه بطه؟ لا على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحده جديده وادي دي تيمور. ايه يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفيه. شكرا. روح انت بقى يا بول. ده كلام اروح ده ايه؟ أنا ما صدقت بقينا لوحدينا.